الديني، أي أهلا بيكي، اهلا بيكي يا حسين. أهلا بيكي. ويمكن بنتكلم عن موضوع ممكن يكون مثير للجدل شوية، وهو عن الحباية البينك أو الحباية الروز، وهي الفياجرا النسائية. فأنتي أنتي إيه رأيك في الموضوع ده، وطرح الموضوع على ككاتبة بقى، إن إحنا نبتدي نناقشه، لأن أكيد هيبقى في انتقادات كتير، وفي ناس هتقولك لا إزاي، وفي ناس هتقولك لا عادي، عشان دي ثقافة، وزي ما بنقول ولا حياء في العلم ولا حياء في الدين. طيب، سواء رفضي او تأييدي للفكره، فاحنا لازم نبقى متفقين ان احنا سواء رفضناها او قبلناها، ان في فئه من المجتمع هتجربها. يعني احنا لازم نبقى متفقين على حاجه زي كده، ونبقى فاهمين النقطه دي كويس قوي. لكن انا بالنسبه لي، انا كرأيي، لا، انا ضد الفكره. يعني انا مش مقتنعه بيها، اولا لانه انا يعني مش حاسه ان العلاج للمشاكل بتاعت البرود الجنسي، او ان في ان ست عندها مشكله جنسيه سواء بسبب الختان او بسبب يعني باي سبب كان، ممكن يبقى البرود في العلاقه، ممكن يبقى سبب الراجل، في اسباب كتير قوي ممكن تؤدي ان الست ما بقاش ادائها بالشكل الطبيعي او المطلوب. فانا شايفه انه احنا في ممكن حلول تانية ممكن نلجأ لها، واعتقد انها بتبقى حلول لازم تلجأ فيها الدكاترة، سواء دكتور نفسي او دكتور متخصص في الحتة دي بالذات. لكن فكرة ان انا اخد الحباية دي، لا، فدي حاجة انا ما اعتقدش ان اولا انا لازم ابقى عارفة هل هي هتبقى حاجة امنة ولا لا، هل